وحول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ عبد الله عبد القادر، عضو المركز الإعلامي الأراكاني. في الآونة الأخيرة كثر الحديث عن نقل لاجئي ميانمار إلى جزيرة في بنغلاديش رأتها منظمات حقوقية أنها غير صالحة للعيش. لما هذا الإصرار على نقل مسلمي أراكان إليها؟ نعم سيد الكريم، يبدو أن هذه الدول وأيضا المسلمون الموجودون في بنغلاديش، الحكومة ربما تضايقت وضاقت ذرعا بهؤلاء اللاجئين في ولاية في على الحدود بين بنغلاديش وميانمار، وأيضا ما تعانيه هذه الدولة من مضايقات، ليست هي مضايقات، ربما نقول من ضغوط دولية تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية لهؤلاء اللاجئين الموجودين في بنغلاديش، حيث يتعرض كثير من هؤلاء اللاجئين إلى أمراض شديدة ومستعصية ولا يحصلون على العلاج الكافي، وبالتالي تنتقد كثير من المؤسسات الحقوقية والإنسانية دور بنغلاديش في هذه الأزمة، وربما ضاقت ذرعا أيضا بتعنت ميانمار وعدم رغبتها في إرجاع هؤلاء اللاجئين إلى بلادها. لما فر في الأزمة الأخيرة حوالي 69 ألف من المسلمين الروهينجيا، وطالبت حكومة بنغلاديش بإرجاع هؤلاء اللاجئين إلى ميانمار، رفضت حكومة ميانمار إرجاع هؤلاء اللاجئين إلى ولاية أراكان، ووافقت على قبول فقط ما يقرب من 2000 شخص، وقالوا هؤلاء هم فقط هم مواطنون وما عدا ذلك فهم ليسوا من مواطنينا. نعم، يعني هل أصبحت أزمة اللاجئين في الدول المجاورة خارج السيطرة؟ وما هي الخيارات البديلة لمسلمي ميانمار حاليا؟ نعم، الأزمة سيدي الكريم هي أصبحت خارج الأزمة، لأنه ميانمار لا تريد أن تعترف بهؤلاء المسلمين ولا تريد أيضا إعادة الحقوق إلى هؤلاء المسلمين، وبالتالي هم يضطرون إلى الفرار إلى الدول المجاورة، وهذه الدول المجاورة ليست كلها دول غنية أو دول عندها القدرة على استضافة هؤلاء اللاجئين، وبالتالي تحدث هناك مناوشات بين الدولتين، وتحدث هناك خلافات بين الدولتين مثل ما حدث بين دولة بنغلاديش ودولة ميانمار، مثل ما حدث أيضا مع ماليزيا وميانمار، خلافات بشأن هذه القضية الخيارات المتاحة للمسلمين الروهينجيا في الحقيقة الذين موجودون على أرض الواقع، نعم، على أرض أراكان ليس لديهم خيارات كثيرة، لأنهم لا يفكرون سوى بالعيش وبالحفاظ على الأرواح، لكن الموجودون في خارج ميانمار لديهم أعتقد حلول كبيرة جدا، وهي التفاعل ودعم الحشد الدولي والحقوقي والإنساني لهذه القضية، وأيضا على المجتمع الدولي أيضا أن يفعل هذه القرارات وهذه التوصيات التي يخرج بها من الاجتماعات والتقارير، وأن لا يكتفي فقط بالتقارير الخطابية والورقية، نعم، وأن يتعدوا إلى ما بعد ذلك من ضغط على الحكومة الميانمارية وإجبارها على إعادة الحقوق، وأيضا التلويح بالتهديد الذي بات يشكل على هذه المنطقة من دخول أحزاب وجماعات متطرفة ربما تستغل هذه القضية من أجل مصالح حزبية من أجل مصالح أيديولوجية، وبالتالي ستتضرر كل هذه الدول بما فيها بنغلاديش وماليزيا وغيرها من الدول من هذه الجماعات إذا دخلت في هذه المنطقة. وعلى ميانمار أن تعي جيدا أن هذه الأزمة لم تعد أزمة داخلية، بل تعدت لتكون أزمة إقليمية ودولية، ولذلك عليها أن تسارع إلى حل هذه القضية، وأن تعرف أن هؤلاء المسلمين لن يسكتوا عن حقوقهم إلى أن تسترد بشكل كامل. نعم، الأستاذ عبد الله عبد القادر عضو المركز الإعلامي الأراكاني، شكرا جزيلا لك.